ازيكم يا بناتي حلوين. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل شامبو الصدر، مشهور جدا. عايزة بس اتكلم عنه، عن طريقة تحضيره وفوائده. ورق الصدر ده بيعالج التساقط، وبيساعد ان الشعر يطول ويتقل. طبعا هو ليه فوائد للبشرة وكده، بس خلينا دلوقتي في طريقة تحضيره كشامبو. محتاجينه حوالي 3/4 كوباية ورق صدر مطحون، وصابون صابونة بصلاية كاملة أنا قطعتها وغليت المية بتاعتها وخدتها. زي ما انتوا شايفين أنا عاملة كمية مش كبيرة، حاطة مثلا حوالي 1.5 كوباية مية في البصلاية. بس حابة ان انا اقول حاجة، انا عاملة المكونات بحيث ان هي يبقى الشامبو خفيف مش تقيل، لان في ناس بتحبه كأتقل وفي ناس لا. انا بصراحة يعني حبيته كخفيف شوية، بس عموما يعني برضو على حسب انتي حسيتي شعرك محتاج ايه اكتر، ان هو يبقى تقيل ولا خفيف. البصل بيعالج الصلع جدا لو انتي عندك مشكلة، طبعا بيعالجوا الحاجة تكون خفيفة، مش الصلع الوراثي او الحاجة اللي بتكون وصلت لمشكلة مرضية. يعني مثلا لو الشعر ابتدى يتنحل شوية هيجيب نتيجة. هنحط مية البصل على ورق الصدر مطحون، طبعا انا حطيته هنا جاهز صورته لان انا بعمل لوحدي وكنت ماسكة الكاميرا، فما مش عارفة ان انا اظبطه يعني. فحطيت اهو مية و قلبته، هو ريحته عاملة زي الحنة، ريحته حنة تماما. قلبت المية البصل في ورق الصدر، قعدت اقلبه. انا عملته قبل كده، كان يعني جربته مرة بس، كان يعني حطيته على شعري من غير ما اصفيه، لان هقول لكم ان احنا هنحتاج ان احنا نصفيه. فكان مكتل شوية يعني، ايه في رواسب على شعري وكده. طبعا هي راحت مع الوقت، بس انا ما حبيتش الشكل كده، فحبيت ان انا اصفي المرة دي. فهقعد اقلب لحد ما يدوب. بعد كده هصفيه. انا حاولت ان انا اصفيه بالمصفايه دي، انا كنت الاول بحطها جاهز ما عرفتش، فجبت شراب عادي اللي هو شراب الفلي ده، اخويا بيساعدني فيه في طريقته. فهو ماسك الشراب وانا بحط الورق الصدر، وبعد كده هو اهو بيعصره. شراب الفلي هيكون انسب حاجه، برضه هو بيستخدم في الليجل الكتان. فهنا ده اخويا بيحاول ان هو يصفي من اي شوائب فيه، فده بيبقى شكله النهائي. انا هو صورته. ممكن كمان تسيبيه زي ما هو من غير ما تصفيه، بس انا ما حبيتش ان هو يبقى ملموس على الشعر وكده. وطبعا انا عامله كميه بس تقضي اسبوع، وعايزه اقول لكم ان هو بيرغي وبينظف الشعر حلو جدا، بالرغم ان دي عشبه اصلا ومش غاليه.